قلت لكم ان في تول سهله وبسيطه لو استخدمناها كلنا هتقلل نسبه الخلافات بيننا وبين ولادنا. تفتكروا هتحبوا تستخدموها؟ اعتقد الاجابه هتكون انا مريم الجمال، والنهارده هنتكلم عن روتين شارتس. يعني ايه روتين شارت؟ روتين شارت هو عباره عن جدول. طب هو انا ممكن اعمل جدول مع ابني او بنتي من اول سن كام؟ من اول سن سنتين ونص ممكن ابتدي اعمل الجدول ده. طيب وانا عشان اعمل الجدول ده محتاجه اعمله ازاي؟ مهم جدا ان انا احدد وانا بعمل الجدول ده ليه. هل انا بعمل الجدول ده علشان عايز اعلم ابني تايم مانجمنت، ولا علشان انا عندي حاسلز مع ابني او بنتي من خلال اليوم في حاجه معينه؟ زي ايه؟ زي الباد تايم روتين. لو هناخد المثال بتاع الباد تايم روتين، انا بقعد مع ابني او بنتي and we have a discussion، وبسالهم ايه اول حاجه بنعملها وقت الباد تايم. فممكن تبقى الاجابه احنا بناخد شاور، او ان احنا بنلبس البيجامه، او ان انا بغسل سناني، او ان انا بنقرا باد تايم ستوري، وبنقعد وبنحط الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دي كلها بالترتيب. طيب بعد ما بنحطها بالترتيب، مهمه جدا ان انا ابقى عارفه ان من سن سنتين ونص لحد سن 4 سنين مهمه جدا to include visual representations. I can take pictures of my son and my daughter، هما بيعملوا الحاجات دي، او لو ما عرفتش اخد صور واطبعها انا ممكن انزل الصور من على الانترنت واطبعهم واحطهم على الروتين شارت بتاعنا. طب لو انا ما عرفتش اعمل الحاجتين دول، احنا ممكن نرسم الصور دي مع بعض، صوره فرشه سنان او صوره البيجامه، واحطها على الروتين شارت. بعد ما بحط الصور على الشارت، مهم جدا ان انا اخلي الشارت دي اكسسبل في مكان ابني او بنتي عارفين يشوفوه. لما بحطها في حته اكسسبل، كل مره بنيجي وقت الباد تايم روتين برجع للشارت بتاعنا. سو بقول حاجه زي ايه؟ Now it's time for bed، فابني او بنتي هيتضايقوا جدا، لا انا مش عايزه انام. ايه ده، تعالى مع بعض نروح نشوف الروتين شارت بتاعتنا بتقول دلوقتي معانا نعمل ايه. فنرجع للروتين شارت نلاقي ايه ده، ده معاد غسيل السنان، يلا بسرعه نروح نغسل سناننا مع بعض. هنا بيكون روتين شارت اصبح هو الباص. It's very important لما اعمل روتين شارت ان دايما نبقى بنرجع له as a form of practice عشان يكون هو الباص بتاعنا في البيت. من خلال الروتين شارت هكون انا علمت ابني التايم مانجمنت، السنس اوف ريسبونسبيلتي، السلف ريجوليشن، احساسه بالمبادره، وهيكون عنده سنس اوف سيكيورتي عالي جدا. اتمنى يكون الفيديو ده نفعكم، واشوفكم ان شاء الله قريب. باي باي.